صبره شنو واقع هادي دابا سيدي هذا راه لقاو المرض المرض لقاو داك ديال اللي كيموتوا البهايم وكيبوتوا نعاء الغلام هما لقاو هنا بين منطقه دكالة هنا ولاد عمران بين البلال لا ولاد بن ساسي والكويدات والعزيب دابا هذا راه ماتوا ليه اربعه العجوله وخمسه البقرات واش ماتوا ولا قتلوهم؟ لا قتلوهم هما اللي قتلوهم جاهم المرض ودابا راه وقال لا قال لك تعادى كل شيء هادشي دابا راه غيقتلوا كاع البقر اللي كاين في هذه المنطقه وراه ما كيعوضوهم ما والو قال لك تعويض انت كتشوف راه السلطه كاينه كل شيء الجندارم كاين كل شيء انت شوف راه كل شيء كاين هما كاع الناس كاينين هنايا ولكن هنايا ما خاص الناس واش غيعوضوهم في هادشي ولا لا حيت هادشي غير كيحرقوا صافي هما دابا كيحفروا عطيه رزق انا ولا بغيت تفاوض معهم كان هي راك شتي شتي هما راه فين كيحرقوا هذاك الشيء راه كيحفروا تما راه التراكس راه هي فين كاينه تمايا راه بغا يحرقوا هذاك الشيء هما ولكن بان لي حتى الدجاج وداك الشيء حتى هو الدجاج حتى هو مرض ما بقى لا دجاج لا بقر لا بهيم الدجاج الغنم بقر مرض جفاف وزادوها بهذا الشيء حتى هو الله يعاون والسلطه راه ما عاونتهم والو يلاه جاب الجندارم لا هضر شي واحد يقمطو ايوا هادشي اللي طلع انت كنشوفها الناس قاعدة شي كيبكي شي كي نحط يا واد هادشي اللي طلع دابا راه هما جاو راك شتي راك شي دوك الناس كاين طبيب كاينين هادوك الطب راهم كلهم جايبينهم هادو راه جايين من كازا هادوك الطب راهم شتيهم راهم داخلين لهاديك باش قال لك يحاصروا الوباء والى راهم شتيهم راهم لابسين البيض كلهم راهم تشوف الدكتور ها هو اجي قرب هنا راه سمعتي راه وراه الدكتور راه شتيه سواء شي اللي طلع